حواوشي البطاطس عشان نعمله هنحتاج كيلو من البطاطس المهروسه، بيبقوا حوالي 4 5 بطاطسات، 3 بصلات مفرومين، 2 فلفل رومي مفروم، 1 فلفل احمر حامي مفروم، 1 كوباية من البقدونس المفروم، وعندنا معلقه كبيره من الثوم المفروم، زيت نباتي، معلقه كبيره من بهارات اللحمه، ملح وفلفل اسود، وعيش بلدي. وهنبدأ نشتغل، الموضوع بسيط خالص. عندي هنا خلطة البطاطس المهروسة، هي أول حاجة هعملها وهدخلها العيش، مفيش حاجة تانية هتتعمل. فالخلطة هنا، وبرضو عايزين بولة كبيرة بعد إذنكم. بسيطة جدا، بطاطس هرسناها. النصيحة بس اللي بنصحكم بيها، إن البطاطس المهروسة لازم يا جماعة ما تتهرسش متقشرة، تتهرس بقشرها، علشان لو شربت مية الموضوع ده بيبوظ خالص. فاحنا محتاجين البطاطس تكون ناشفة تماما من اي سوائل، علشان لما نيجي نفردها جوه العيش ما ترطبوش وتخليه يتقطع ويتفتفت ويبوش مننا. فهنقشر البطاطس، هنسلق البطاطس بقشرها، وبعد ما تبرد نقشرها تماما من القشر، هنلاقيها جافة خالص ومفيش فيها اي سوائل. هنبدأ نشتغل. عندي هنا البطاطس، وعندي بصل، وعندي خضرة، فلفل، فلفل برضو حامي، ثوم، البهارات، ملح وفلفل اسود. رد كوميدي بصراحة. فلفل اسود، شوية زيت نباتي، وهقلب بإيدي. امسح بس الزيت اللي نقط ده، وهرجع اخلط. البطاطس كويس جدا بالخضار والتوابل وكل حاجة حطيناها، والملح والفلفل الاسود وشوية الزيت، لحد ما تبقى كل حاجة مخلوطة تماما ببعضيها وممتزجة جدا جدا جدا. نقلب. بس كده بقى عندي خليط، بصوا، ممتزج من الخضار والبطاطس، التوابل وكل حاجة. وهنبدأ نحطه في العيش عادي جدا زي اي حواوشي بنعمله. طيب نجهز بقى امورنا ونجيب العيش، عشان هفتح الرغيف عيش الحواوشي بس يكون مش ملزق في بعضه. بنفتحه نص كده، وعادي جدا يا هنسويه على الطاسة يا هنسويه في الفرن، اللي يعجبكم. الاتنين كويسين، انا بحب تسوية الطاسة اكتر، ولكن طبعا براحتكم مفيش اي مشكلة. عايزة احط الطاسة على النار الحقيقة عشان ابدأ اسوي 1 ولا 2 كده، مجهزة عشان ده بس اخر وصفة دايما بكون مجهزة منها حبة من الاول. هحط الطاسة هنا البوتاجاز، بس واقع عليه زيت ما بيشتغلش.
يلا نشيل الحاجات الفاضية بالمرة عشان نوسع لنفسنا. هسيب الطاسة دي تسخن عبال ما احشي كام رغيف. واحد كمان. انا بفتح العيش بس. حلو. وبقى كده عندي ثلاث رغيفة مفتوحين. بنحشي بالشكل ده طبقة متوسطة، لا كبيرة قوي ولا صغيرة قوي، عشان ما يبقاش العيش لا فاضي ولا لا فاضي خالص فانا عمالة احس بس بطعم العيش، ولا مليان بزيادة فانا عمالة اكل بطاطس بس. بالشكل ده. ادي اول رغيف. التاني. بنفس الطريقة. بياخد حوالي معلقتين كبار. بالشكل ده. الحواوشي كده جهز والطاسة عندنا هنا سخنة. بنعمل ايه؟ بناخد رغيف الحواوشي وننزله يتحمر. بصوا يا جماعة. بصوا الحلاوة. قمر. شوية حواوشي قمر. تعالوا نقطع الحبة دول كمان ونقدمهم على البورد الطويلة دي. بس نشيل بقى المنازيل. خلاص أدت غرضها. احنا بس حطينا المناديل نصفي من الزيت شوية. طبعا تقدروا زي ما قلتلكوا تسووا في الفرن مفيش مشكلة، بس انا بحب تسوية الطاسة في الحواوشي سواء لحوم او بطاطس او ايا كان احلى كتير. هنرص الرصة المحترمة، وانا هجيب بولة اخد بقية صوص الطحينة ده كمان اقدمها معاه. يلا بينا. يبدو ان البولة دي كبيرة قوي، استنى نجيب واحدة اصغر. شوية صوص طحينة من الفظيع اللي احنا عاملينه ده. وحاجة كده ايه، اكلة محترمة تليق بقى. الاكلات دي مناسبة للناس اللي في المصايف، بس يعني ايه بسطوا الدنيا على قد ما تقدروا بالموجود. وادي جنب الحواوشي واحد حواوشي كمان. بصوص الطحينة بتاعه وحاجة اخر حلاوة.